السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم قناة وصفات وأفكار، والفكرة ديال اليوم هي هاد الخضرة هادي اللي غادي نعمروها وكنحتاجو فيها القرعة الخضراء والبطاطس والبصل والدنجال والفلفلة. غادي ناخدوهم ونخويهم من الداخل على هاد الطريقة هادي كيف ما كتشاهدوا معايا في الفيديو. هانتوما كتشاهدوا معايا خويناها من الداخل، وغادي نبقاو متبعين هاد الخضره هادي كامله حتى نخويوها من الداخل على هاد الطريقه هادي كيف ما كتشاهدوا معايا. وهذيك الخضره اللي خويناها من الداخل هي اللي غادي نقطعوها ونستعملوها كحشوه نعمرو بها الخضره ديالنا. غادي نقطعها على هذا الشكل هذا كيف ما كتشاهدوا معايا الى قطع صغيره. كما كتشاهدوا معايا قطعناها على هذا الشكل هذا، ومن بعد كنضيفوا لها جوج كؤوس كبار من الرز مسلوق سلقناه من قبل. ومن بعد كنضيفوا لهم واحد 100 غرام من الكفته، قزبر ومعدنوس مقطعين الى قطع صغيره، جوج فصوص من التوم محكوكين، ملعقه كبيره من صلصه الطماطم، زيتون ابيض مقطع على هذا الشكل هذا، وهنايا كنضيفوا واحد ملعقه كبيره من الحار، هنا اختياري الحار اللي بغى يضيفوه، اللي ما بغاش ما يضيفوش ما يضيفوش. وهنا كنحتاجوا واحد المكعب ديال الضامه ديال البنه ديال البقري، وهنا كنبداو نضيفوا التوابل. كنضيفوا ملعقه صغيره من الملح، ملعقه صغيره من الفلفل الاحمر، ملعقة صغيرة من فلفل أسود، ملعقة صغيرة من الزنجبيل، وملعقة صغيرة من الكركم أي الخرقوم، ملعقة صغيرة من الكمون. وهنايا غادي نحتاجو واحد شوية ديال الزعتر غادي نحكوه عليهم، وهنا كنحتاجو ربع كأس من الزيت، وكنخلطوا هاد المكونات جيدا. هنايا حيدتهم من هذيك الزلافه ما كفاتنيش، وضعتهم في زلافه ما كبر، وغادي نبداو في التحراك ديالنا حتى نجمعوا المكونات كامله. ومن بعد ما جمعنا هاد الحشو ديالنا غادي نبداو في تعمار الخضره ديالنا.
كناخذ الخضره على هذه الطريقه هذه كيف ما كتشاهدوا معايا، كناخذ هذه الفلفله هذه وكنبداو في التعمير ديالها على الطريقه هذه كيف ما كتشاهدوا معايا، كنعمروها مزيان. وها هي الخضره ديالنا، من بعد ما عمرناها كنوضعوها في واحد الطنجره وكناخذوا واحد ملعقه كبيره من الطماطم مصبره، كنزيدوا عليها نص كاس ديال الماء، القليل من الفلفل الاسود، نص معلقه صغيره من الملحه، وكنضيفوا واحد جوج معالق كبار من الزيت، كنخلطوهم وكنضيفهم على هذه الخضره هذه كيف ما غتشاهدوا معايا. صافي، ومن بعد في الاخير كناخذوا واحد كاس ديال الماء كنضيفوه حتى هو وكنوضعوها فوق النار الطيب على هذا الشكل هذا كيف ما كتشاهدوا معايا، نغطيوها ونخليوها حتى تطيب مزيان لينا الخضره. وها هي الخضره ديالنا، من بعد ما طابت فهي كتجي هائله وبنينه بزاف، تقدموها كوجبه غداء او عشاء، كتجي صحيه وبنينه في نفس الوقت. وما تنساوش الى عجبكم الفيديو تشتركوا في القناه وتضغطوا على زر الجرس وتخليوا لي لايك ديالكم والتعاليق. دمتم في رعايه الله، والى اللقاء مع وصفه اخرى.